بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على كل الأنبياء والملائكة الكرام. التالية، الآية التالية ليستمع لها جيدا، لأن الله قال لنبينا عليه الصلاة والسلام أن ينبئنا بما هو خير لنا. قل أنبئكم بخير من ذلكم، كل ما ذكر آنفا ربي ينبئك، يعلمك، يحيطك علما بأن خير مما أنت فيه من إعجاب وتمتع بما ليس له دوام. يقول قل أنبئكم بخير من ذلكم، ذلكم جمع للذين اتقوا، سادير لي جون ديفو، لي جون كي كراني الله بور دو بون، للذين اتقوا عند ربهم، اي عند ربهم خير، ذلك خير مما انتم فيه تتمتعون. للذين اتقوا عند ربهم جنات، مش جنة واحدة، سي با ان سول جاردان، جنات تجري من تحتها الانهار، اللي ما عندكش انت هنا جنات تجري من تحتها الانهار الا يكون كنت فنان وعندك سكون يعمل لك جردة تحت دي بتي ريسو كيقول. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. نعود إن شاء الله الرحمن.